مع كتاب سنن أبي داود. باب في المولود يؤذن في أذنه، باب في المولود يؤذن في أذنه، أو باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله، ما أسعد أنت الآن، يعني أنا ما أراك إلا يعني فرحا سعيدا وأنت بجانب الوالدة، يبقى إذن البر هو الذي رقاك في هذا الباب، فأسعدتنا بما قلت. شوف قال الدروس زادت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، اللهم زد وبارك، اللهم ثبت هذا الخير محينا أبدا، اللهم اجعله إخلاصا لوجهك الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن صرهد بن صربل، لما سمع بعض الرواة اسمه قال له هذا ليس اسما، هذا رقي العقرب، وهو ثقة ثبت متين أمين، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو من أساطير المحدثين، قال عن سفيان، وسفيان هنا وسفيان الثوري، عن سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قلنا يدلس ومع ذلك اغتفر العلماء تدليسه من أجل بحر رواياته. قال حدثني عاصم ابن عبيد الله، يبقى عاصم ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، وهذا ضعيف وهو علة الحديث. عاصم هو عاصم ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وهو علة الحديث. ابن معين قال ضعيف، ومالك تكلم فيه، وأيضا تكلم فيه غير مالك، وأيضا انتقد أبو حاتم روايته، بل انتقد حديثه هذا اللي هي التأذين في أذن المولود، ولذلك قال ابن معين لا يحتج به، قال لا يحتج به. عن عاصم عن عبيد الله بن أبي رافع من الثقات عن أبيه أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته أم فاطمة بالصلاة، فقال أذن بالصلاة كأنها الأذان أو الإقامة، هو ورد أيضا في رواية الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، لذلك الإمام ابن القيم ضعف الأذان وصحح الإقامة، ضعف الأذان التأذين في أذن المولود، ضعف الأذان وصحح الإقامة. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان ابن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وهو من الثقات، قال أخبرنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان وهو من الثقات الأثبات، حول الإسناد، وأخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة من الثقات الأثبات، قال عن هشام، ومحمد فضيل أيضا يروي عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة كما قلنا ثقة وهو قليل التدليس جدا، وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة كما بينا قبل ذلك. عن عروة عن أبيه، وعروة كان تقيا نقيا عابدا محدثا فقيها، وهو من الفقهاء السبعة. قال عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. في زيادة حديث يوسف قال ويحنكهم، ولم يذكر بالبركة. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى العنزي من ثقات الأثبات روى له الجمل، قال أخبرنا إبراهيم ابن أبي الوزير، أخبرنا داود ابن عبد الرحمن العطار قال عن دجاج ومن ثقات سقط مكة لكنه مدلس ويرسل ومرسيله كالريح، قال عن أبي وأبوه في كلام، قال عن أم حميد، وأم حميد هذه مجهولة وهي علة يعني هي علة من علة الحديث، علة من علة الحديث، فالحديث هذا حديث ضعيف لم يصح. قالت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها
فيكم المغربون، الرؤيا فيكم المغربون، يعني هو أجنبي، هو في عرق آخر، عرق بعيد. الرؤيا فيكم المغربون، قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن، الذين يشترك فيهم الجن. فهذا فيها نظر، مسألة يشترك فيهم الجن. انظر إلى هذا، لا تدخل بالضعف، بالضعف منك. مش لا يدخل. لا، دخل ضعف. أم هو هاي؟ هو هاي. عرفت، عرفت. نعم. هذه الأحاديث فيها مسائل مهمة جدا، وللوقت نأخذ أهم المسائل في هذا الحديث. مسألة التأذين في أذن الصبي والإقامة في الأذن الأخرى قد وردت، ورد بحديث ضعيفة. وهنا المسألة، هنا العلماء يتوقفون فيها على من قال بأنه يعمل بالآثار الضعيفة في فضائل الأعمال، فيقولون هذه المسألة يعني فيها ما فيها من احتمالية صحة الحديث موجودة، وهي أيضا قريبة. فلذلك قالوا وأن الحكمة من التأذين أو الإقامة في أذن المولود، الحكمة من ذلك هو طرد الشيطان، وهو كأنها للرقية بالنسبة للجنين أو بالنسبة للطفل، حماية له من الشيطان ومن غزات الشيطان، وأيضا من ضربات الشيطان. فيكون الأمر هنا على التحصين بالتأذين في اليمنى والإقامة في اليسرى، لا سيما وأن الأذان مطردة للشيطان، لا سيما وأن الأذان مطردة للشيطان. لكن الحديث كما قلنا حديث ضعيف، لكن الحديث هو حديث ضعيف. ولما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بابن بنته الحسن، هذه لمكانة الحسن، لمكانة الحسن. أما الحديث الثاني فهو حديث مهم، فيها مسألة أيضا من الأهمية المكان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. هنا الآن أمران، الأمر الأول يدعو لهم بالبركة. أي أحد يمكن أن يدعو لأي إنسان على أساس أنه هذا التبرك بدعائه قلنا به. قال كان رسول الله يؤتى بالصبيان، يعني أنت الآن إذا رزق الله بمولود فوثقت في عالم نبي من الصلحاء فبعثت عليه بهذا الولد يدعو له، هذه من السنة، وهي تتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من الأدلة وأصول الأدلة يثبت ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسنا من دعاء، لا تنسنا بدعائك يا أخي، وإن كان الحديث فيه ضعف لعمر بن الخطاب لما قال إني أذهب للعمرة. وأيضا قول عكاشة أدعو الله لي أن أكون منهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم على أويس القرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لقيه منكم فليستغفر له، يطلب منه الدعاء. فإذا قلنا بأنه يبعث إليه، إلى الصلحاء، إلى العلماء، إلى النبلاء، إلى الرفعاء، للدعوة للطفل الصغير أو للطفل الصغير المولود، له ذلك، له ذلك، ويتبرك بدعائه له ذلك. تبقى المسألة الثانية وهي التبرك بالتحنيك، لأنه يحنكه. معنى أنه يحنكه يأخذ التمرة يمضغها ثم يضع الريق في فم الطفل. طبعا هو لو أخذ التمرة ووضعها في الطفل سيصلون عليه، عشان يفهم ما معنى التحنيك. التحنيك هي الريق، الريق بشيء حلو، التمر طعمه حلو، فيأخذ الريق يجعله في فم الطفل، فكأنه إذا تذوق الريق الحلو دخل في معدته الشيء الحلو. هنا المسألة ينظر فيها، إن كانت للتبرك، جماهير الفقهاء الذين تكلموا عن هذا الحديث قالوا بأن هذا يتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بالصالحين فيتبركون بهذا الريق. نقف معهم وقفة ونقول حي هلا وأهلا وسهلا، إذا قلتم بأن مسألة التبرك تتعدى لغير النبي، ائتونا بدليل واحد على فعل أبي بكر، على ائتونا بدليل واحد على أن أبا بكر كانوا يتبركون بريقه، ويأتي يحنك، يأتون بالأطفال يحنك لهم. ائتونا بهذا بعمر بن الخطاب، بعثمان، بعلي، بالأخيار الأبرار، ما أحد فعل ذلك. فلو كانت المسألة في التحنيك على البركة والتبرك، إذن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى لغيره، ولا يأتي يعني متنطع ويقول والمتأخرون قد قالوا، النووي قد قال، ابن حجر قد قال، ابن الرخن قال. نعم، المتأخرون قالوا، ائتونا بهذا القول من المتقدم، لا أحد من المتقدمين، ائتونا بهذا القول لأحد من المتقدمين قال بذلك، وقال بأن التبرك في هذا الباب، التبرك
بالتحنيك يتعدى غير النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح على ما سطره ابن القيم أن هذه المسألة مسألة كمسألة طبية، بأنه يستحسن للإنسان أن يكون في معدته الخالية أن يدخل فيها شيء حلو. لذلك ترى الصائم يفطر على 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 تمرات، على رطب أو على تمرات أو على شيء حلو أو على حسوات ماء تنظيفا، لأن هذا فيه ما فيه من البركة وفيه ما فيه من التقوية لبدن الإنسان. فتكون هذه المسألة مسألة أن السلام كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، هذا من حسن خلق النبي، من حسن خلق النبي ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل النبي ورحمة النبي على هذه الأمة. وكان يحنكهم بل ويسمي، يعني من لم يسمى يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يكون له السعد بذلك أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بالنبي بذاته بآثاره كلها جائز، كلها جائز في مسألة التبرك بذات النبي أو بآثار النبي. فقد كانوا يتبركون بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، حلق وأعطى لأبي طلحة يعني الشعر فوزعه على صحابة رسول الله. وأيضا في الوضوء، وكانت أم سلمة تصرخ ابقوا لأمكم ابقوا لأمكم، وأم سليم كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في قارورة تتبرك به ويستشفون به. وكانت أم سلمة عندها جلجل فيه شعرات أو فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستشفون به. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بالإجماع. أما الكلام على أن يتعدى الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس غير النبي كالنبي، يبقى شيء واحد هو التبرك بالدعاء. نعم، لما؟ لأصول الشرع التي جاءت في هذا. قال فليستغفر له عن أويس، يبقى يطلب منه الدعاء في ذلك، ليس فيها ثمت شيء. وان كان ابن تيميه يرى انها خلاف الاولى او انها على الكراهه، والصحيح انها على الجواز وليس فيها ثمت شيء. تبقى المساله الاخيره في الحديث الثالث، وهو فيكم المغربون، قد فسرها بعضهم الذي في قول المسلم الذين يشترك فيهم الجن، اي ان الجن يتمتع بالانس. والمعنى بانه اذا جاء الرجل يقابل امراته او يجامع ولم يسمي، قد يتمتع الشيطان بامرأته معه، قد يتمتع. هنا تنبت مسألة فيها اعتراك وفيها معترك دامي، هو هل الإنسي يتمتع بالجني والعكس، وهل يصح الزواج زواج الجني من الإنسي؟ هذا تكلم به الفقهاء، هذا تكلم به الفقهاء. أما بالنسبة للتمتع فهو ظاهر الآيات. قال الله جل في علاه رب الأرض والسماوات، قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قد تكون المتعة بالعين فقط، قد تكون المتعة بالفعل، وهي بالفعل أيضا، والواقع يشهد لذلك، الواقع يشهد لذلك. عشق الجن للإنس موجود، وهذا من أعظم ما يكون من الصرع واللبس. فإثبات الصرع يثبت ما بعده، إثبات الصرع يثبت ما بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت في الروايه الاخرى لكن الخبيث يتكشفني، ولكن الخبيث يتكشفني. فهو يتمتع بها. وايضا في مساله النكاح رفضه احمد ورفضه مالك، وهو فارق بين ان يكون قد وقع وبين الحكم يجوز او لا يجوز. مالك منعه سدا للذريعه، لان كل امراه تطلع حامل تكون فجرت وتطلع حامل فتقول انا زوج الجن ابن الجنيه الفلانيه الفلانيه وانتهى الامر، فحسم الماده وسد الذريعه قال لا، ما في زواج. لكن عندما نقول في مساله التمتع بها، قال الله جل وعلا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. والقصه التي قصها ورواها المزي وصحح اسنادها للاعمش انه حضر عرسا للجني بين انس وجني، وقد ذكرتها في الجامعة في أكثر من موضع فلا أطيل بذكرها الآن. فإذا هذه المسألة في قولي الذين يشترك فيهم الجن على التمتع، ويشترك فيهم الجن جماعا، فيكون فيه عرق مغترب، فيه عرق مغترب في هذا الباب، سواء وقع أو لا يقع. نحن نتكلم عن المسألة الأولى، مسألة التمتع واقع، نعم واقع، ظاهر الأدلة على أنه يتمتع بالإنس، هذا ظاهر الأدلة. أما الزواج صح أو لا صح، هذه مسألة مطروحة عند علمائنا، هذا الصحيح. فلذلك قلنا الصحيح الراجح في هذا الباب أن نبقى على أن تمتع الجن بالإنس موجود،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امرا من يجامع امراته ان يقول بسم الله حتى لا يتمتع بعينه الى مفاتن المراه والى محاسن والى محاسن المراه. هذا امر لا بد ان يكون مفهوما جيدا في هذا الباب. اما مساله الزواج والنكاح وانها ممكن تنجب ولو انجبت هتنجب نصف جني نصف انسي مثلا، كل هذا المطروح نحن نقول قد يكون التمتع نعم قد، واما مساله الزواج فاختلف فيه الفقهاء، وجمهور الفقهاء يقولون لا يصح الزواج الانسي من الجن. لكن كما قلت مساله التمتع قد ورد الدليل عليها بذلك، والحديث هذا ولله الحمد حديث ضعيف. وذلك جاء في روايه اخرى عن روي عن النبي انه قال هل تحس من كنا امراه ان جنه تجامعها، هل تحس من كنا امراه ان جنه تجامعها، والله ثم والله ثم تالله. يعني عائله لا صرعت عائله بالتمتع، الرجل يجامع الجنيه والجني يجامع المراه، لكن المراه قاومته ودفعته، واما الرجل خلاص كل يوم تاتيه بصوره بهيئه واحده انتهى الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، ما يريد حتى الدنيا باسرها، يريد يعيش في مغاره معه في هذا الباب. لكن كما قلت المساله التاسيسيه على التأصيل العام، هل يصرع الجن الإنسي؟ نعم يصرع، والحديث ظاهرة بذلك، والذي ينكر هذا مخبول ضال لأنه رد الأحاديث الصحيحة، والأمر الثاني خالف الواقع. الواقع يشهد بذلك، ولك أن ترى السحر وأثره وترى كيف فعل الجن بالإنس، ظاهر ورب العزة. فنسأل الله الستر والسلام، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظنا من شر خلقه. الفوائد المستنبطة، في السيارة ماشي تواضع النبي، التبرك بذات النبي وأثار، جواز التبرك بذات النبي وأثار، بل استحباب ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم بعث الله محمد. كده الفوائد ثلاثة، أم الفوائد شفعة متر. الفائدة الثالثة التحصين من الجن، تحصين الإنس من الجن بذكر الله، تحصين الإنس من الجن بذكر الله، جزية الجنة يا سلفي، تحصين الإنس من الجن بذكر الله. روض تقول معقول هل إن لم نؤمن بهذا يعتبر نقصا في إيماننا؟ شوف يا أستاذة رود، الأصل أنك مأمورة شرعا بالإيمان بكل ما جاء عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن صحت الأحاديث واجب عليك الإيمان بها، فإن صحت الأحاديث واجب عليك الإيمان بها. وقد صح الحديث بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله، وقالت الخبيث يتكشفني. فأنت في الجملة مأمورة بالإيمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس أقرت بكده، يعني في ناس أقرت بكده، في ناس أصلا عايشة في كده ياما. يعني أنا ما أدري هل الكلام هذا إنكار أم إقرار أم ماذا. هناك أناس سليهم يعيشون بهذا، يعانون من هذا. أنا امرأة جاءتني على المسجد تبكي بكاء مريرا، تقول لا يتركني لا صباح ولا مساء ولا ليل ولا نهار. أنا ما يعني وصفت لها قارئا حتى يعني يكون الأمر إن شاء الله مرفوعا عنها. نعم يا أستاذ أشرف، معنى ذلك أنه يجري فيه كمجرى الدم في العروق، وهذا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري في ابن آدم كما يجري الدم في العروق. نعم الاستمتاع وجد، قال الله جل في علاه قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. حتى أصلا الاحتلام، تفسير العلماء والفقهاء في الاحتلام هو إيه؟ تلاعب الشيطان بالإنسان في منامه، تلاعب الشيطان بالإنسان في منامه.
لما تعمق النظر بهذه الطريقة يا أستاذ أشرف؟ قلت قد يتمتع بالنظر قد وقد. أنا يا حبيبي يا بابا لم أرى الجن يفعل ذلك، فمش أنا مش أشرح لك هذا التفصيل الذي دخلت فيه أنت الآن وأنت تعمق النظر. يتمتع يتمتع، كيف الله أعلم، هذا غيب عني لا أعرف. هنا الكلام بقى، هل المرأة ممكن أن تحمل من الجن؟ لم يحدث. ولما قالوا في مسألة بلقيس بأنها لها شطر جن شطر إنسي لم يثبت هذا، هذا من الإسرائيليات. أما أن تحمل منه لم يرد هذا، والواقع يعني لم يكن فيه، لكن التمتع موجود.